أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. الآن فقرتنا طبية، فقرة مؤتمرات، ومؤتمر الأشعة اللي حيعقد إن شاء الله في عمان يوم الخميس القادم من 10 ل 13 أيلول. حول هذا المؤتمر، المشاركين في المؤتمر، أيضا التوصيات اللي متوقع أنه يخرج فيها المؤتمر، وكيف رح تأثر على تطور طب الأشعة في الأردن. بسعدنا يكون معنا رئيس جمعية أطباء الأشعة اللواء الطبيب سميحة خليفات، وهو رئيس المؤتمر، وأيضا الدكتور عبد الله نوفل رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر. أهلا وسهلا فيكم، صباحكم سعيد. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. صباح الخير. يعني بداية طب الأشعة، نعم، بجوز أو لدى البعض يعني ممكن الأشعة هي فقط الصورة، يعني لدى المواطن أنه هي الصورة فقط اللي بتصورها، أنه للقفص الصدري لاش أي شيء آخر، أنه هاي هي طب الأشعة، هو طب يعني متشعب وقصة طويلة وعلم بحد ذاته يعني، وتخصص مهم جدا. نتحدث من خلالكم دكتور سميح، وأنت لواء عامل بالمناسبة، نعم، وأنت نعم. بالزي المدني الآن حتى يعني لا أنا طبعا أنا نعم. بصفتي هو كرئيس جمعية ورئيس مؤتمر، نعم، مش كوني لواء طبيب في الخدمات الطبية. لا تتشرف أنا نعم. أكون فيه، لا حتى تكون رسالة واضحة لأحبتنا اللي بيشاهدونا الآن. نعم نعم. طبعا الأشعة يعني كما ذكرت يعني علم قائم بذاته، أنشئ ببداية القرن الماضي، وأول صورة كانت في عام 1896 لعالم ألماني روتينجن، وأخذ صورة لزوجته، صورة اليد، ومنها انطلقت علم الأشعة. طبعا الأشعة يعني له تخصصات أكثر، مش يعني بس أشعة عامة، لا، في تخصصات حسب أجهزة الأشعة وحسب الجسم، كون الجسم كمان في أجهزة كثير متعددة، فكل واحد له تخصص. فعنا وهذا من مدخلات المؤتمر تبعنا، إنه علم الأعصاب، تصوير الأعصاب، تصوير الجسم الحركي للجسم، تصوير الأمعاء، تصوير القلب، الصدر، تصوير الأطفال، المداخلات الأشعة اللي احنا بنسوي فيها عمليات القسطرة، وما ينتج عنها من عمليات داخل هاي المداخلة الأشعة التداخلية. وكذلك في عنا الطب النووي كمان اللي يستعمل فيه مواد أشعة تحقن في الجسم، وهذه كمان احدى تخصصات الأشعة الملونة والطبقية كمان، طبعا في عنا التصوير الطبقي، التصوير الطبقي يعني هذا يعني علم قائم بذاته، يعني كان بداية كان كل ثمانية أو دقيقة يأخذ صورة، الآن أصبحت الأجهزة تعطيك في كل ثانية واحدة 400-500 صورة، يعني جسم الإنسان ممكن تصويره في خلال ثواني. وعلمنا الإنسان ما لم يعلم. ما لم يعلم. نعم. قبل الانتقال للدكتور عبد الله نوفل، كونك عرجت على الطب النووي، نعم، أو على الصورة النووية، نعم، مواد مشعة يعني طبعاً مواد مشعة تحقن. إلها تأثيرات جانبية، أنا حبيت بس أستفسر عن هاي الجزئية دكتور. للجسم المريض لا ما لا إجابة، فيش لها أي آثار بيولوجية إحنا نسميها، نعم، على الجسم وش. إلا إذا كانت المرأة حامل أو إشي هيك في عندها جنين، فهذه لا تتجنب إنه نعطيها المادة هذه كي لا يكون له تبعات على الجنين. هي أدق من الصور الأشعة اللي أنت عرجت عليهم أدق، ولا مش أدق؟ كل نوع صورة إلها استخدام، إلها استخدام، نعم، يعني هو كلها متكاملة مع بعضها. دكتور عبد الله، نحكي عن المؤتمر والأوراق العلمية اللي ستقدم في المؤتمر والمشاركين أيضا إذا بتسمح لنا. نعم، المؤتمر طبعا سيعقد في عمان في فندق الميريديان في الفترة من 10 إلى 13 أيلول. الحمد لله، بفضل الله، إحنا نتمتع بمصداقية عالية وبتميز في عملية تنظيم المؤتمرات، ومن هنا أجت الفكرة إنه زملائنا في اتحاد جمعيات الأطباء العرب إنه إن نعقد هذا المؤتمر في عمان، هذا المرة الرابعة تقريبا موقد في عمان، بالعاصمة الحبيبة، في العاصمة الحبيبة عمان، في مدة 10 سنين، يعني هذا بدل على مدى التميز اللي بنتمتع فيه الحمد لله، وسمعتنا مع المعاهد والجامعات العالمية واتصالاتنا مع كبار أطباء في قسم الأشعة الحمد لله. المؤتمر طبعا راح يكون في 28 جلسة علمية، 110 محاضرات علمية، منها 81 محاضرة لأطباء أجانب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، بالإضافة وإيطاليا،
بالإضافة إلى زملائنا من اتحاد المغرب العربي اللي هم تونس والجزائر والمغرب ومصر ولبنان. على بجزء من المؤتمر سيكون ناطق باللغة الفرنسية لأنه زملائنا طبعا ناطقين باللغة الفرنسية من الدول المغرب العربي، فراح يكون في جزء منه باللغة الفرنسية، ونفس المحاضرات ستكون في يوم ثاني باللغة الإنجليزية طبعا. المؤتمر بيتضمن كمان أوراق علمية، تقديم لأوراق علمية من زملائنا برضو في المغرب العربي، وبالإضافة إلى أوراق علمية من الأردن ومن فلسطين ومن لبنان ومن مصر. هاي الأوراق العلمية طبعا بتكون عبارة عن نتائج خبرة وشغل في أقسام مختلفة في أقسام الأشعة، وإن شاء الله يعني على هامش المؤتمر بيكون في معرض طبي بمشاركة 20 شركة عالمية بيقدموا منشورات وأحدث التقنيات اللي نستخدمها في قسم الأشعة في طب الأشعة. في طب الأشعة. دكتور سميح، الآن بدنا نتحدث هذه المؤتمرات وتبادل الخبرات على مدار كل عام أو كل عامين على سبيل المثال، هذا اللي بيطور مهارات الطبيب فعلا ويطلع على ما هو جديد بالعالم، ليس فقط على طب الأشعة، وهذا ينسحب على باقي التخصصات الطبية. الآن إذا بدي أتحدث عن الطبيب اللي ما بيشارك على سبيل المثال، أو يعني عنده عزوف عن مشاركة المؤتمرات، عن الندوات على سبيل المثال، فعلا بتكون خسارته كبيرة دكتور طبعاً لأنه طبعاً ما طور نفسه بهذا المجال. والله إحنا بداية الهدف من إنشاء هاي المؤتمرات العلمية خصوصا عندنا هون، أحد أسبابها أنه في عندنا مثلا أطباء ما عندهم إمكانيات مثلا يطلعوا برا يشاركوا في المؤتمرات العالمية اللي يشوفوها برا، فإحنا بنجيب هاي الكفاءات العلمية العالمية اللي عندنا البلد هون شان يتمكن أي واحد يقدر يستفيد ويشارك أو يعمل تحديث. نعم يعني ولكن قلة قليلة جدا اللي ما بيشاركوا لأنهم إما يكون عنده ظرف خاص معين، بس إحنا عندنا الحضور الحمد لله من الأردن، داخل الأردن معظم الأطباء الأشعة وكمان المتدربين يعني نسميهم مقيمين، وال الجانب الآخر من الأطباء اللي هم الفنيين الأشعة اللي هم زي ما تقول إحنا مشاركين معنا في العمل، بغض النظر مشاركين في مؤتمر وبزخم كبير اللي إحنا كنا نتوقع اختلاف القطاعات عام طبعاً جميع القطاعات العام مثل وزارة الصحة والخدمات الطبية والجامعات مركز حسين صرخان والمستشفيات والعيادات الخاصة كلياتها على مستوى الأردن عامة. احنا حتى المرة هاي عملناها في عمان لسبب هدف، يعني احنا كنا نعمل دائما في البحر الميت طبعا مشان امور سياحية ودعائية وعلاجية مؤتمر طبي، بس المرة هاي احنا لفت نظرنا انه في كثير من اطبائنا زملائنا اللي في القطاع الخاص والمستشفيات العامة بيحضروا المؤتمر لكن بصورة اقل كونه هنا بعيدة إنه مرات بيجي حالات طارئة بده يرجع ويشتغل. نعم. فإحنا قلنا بعمان ممكن يكون استفاد أكثر وأعم وأشمل للناس كلياتهم. طيب ممكن نحكي يعني إحنا في حضرة اثنين من أطباء الأشعة المتميزين، الأردن وين وصل بطب الأشعة، وهل إحنا يعني كل شيء برا متطور في هذا التخصص إحنا عم بنواكبه؟ نعم يعني الحمد لله طبعا بكل تواضع وبمصداقية احنا في الأردن نتمتع في مجال الأشعة أول شيء بسمعة عالية جدا بالنسبة للكفاءة الطبية والعلمية، وبالنسبة للأجهزة الموجودة في الأردن كل زملائنا الأطباء أو الأطباء الأجانب لما يجوا على الأردن يعني لما بيطلعوا على المجالات أو الأجهزة الموجودة في المستشفيات سواء مستشفيات القطاع العام أو مستشفيات القطاع الخاص بيبدوا إعجابهم بالمستوى الرفيع بالأجهزة وبالمستوى العلمي للأطباء المتميزين. طبعا إحنا المؤتمر الهدف منه أنه رفع كفاءة المستوى الكفاءة والمستوى بالنسبة للأطباء بشكل عام سواء أطباء متدربين أو أطباء أخصائيين طبعا وتبادل الخبرات مع الأطباء الأجانب. بس الهدف من المؤتمر دائما بكون في جزء أنه تعريف الناس على المستوى العلمي اللي إحنا وصلنا له في الأردن. الحمد لله زي ما حكيت أنه جميع المستشفيات فيها أجهزة طبية حديثة ومتطورة،
والكفاءة العلمية بالنسبة للعاملين في قسم الأشعة في أقسام الأشعة المختلفة كلها مستويات متميزة. الأطباء الأجانب بكون الهدف طبعا تبادل الخبرات العلمية، وهدف آخر كمان أنه إحنا بنسعى إلا أنه يأخذوا من عنا متدربين، يعني الطبيب الأجنبي لما يجي على الأردن في عنا بياخذوا متدربين، يعني بياخذوا الدورات في الخارج يستقطبوهم. نعم. يعني احنا عنا متدربين أطباء مقيمين في كافة المستشفيات، هذول بتهيأوا على أساس يكونوا أخصائيين، بظل لما بينجحوا في البورد الأردني لما يقدموا امتحان البورد الأردني اللي هو له مصداقية عالية طبعا في الدول العربية وفي الأردن، بصير في فترة انه لازم يطلع على الخبرات العالمية في مجالات الأشعة، فبتكون فرصة انه التواصل بيننا وبين الأطباء الأجانب، وبصير في عملية اتصال مستمر في عملية تدريب هذول الأطباء. دكتور سميح، يعني متى بتكون الصورة، صورة الأشعة بتعطينا التشخيص السليم اللي ما بنحتاجه بعدها مثلا لتنظير حتى نتأكد من الحالة؟ متى نكتفي بس بصورة الأشعة؟ وإنت كمان بتكون الصورة علاجية، أظن في بعض الصور علاجية ولا لا دكتور؟ في بعض مداخلات الشعاعية. الصورة بتكون عندنا احنا بالتشخيص الامراض، يعني في شغلات احنا بنسميها ستريت فورورد، يعني مجرد ما انعملت الصوره يبدو المرض واضح ووافي، ويمكن انهاء التشخيص بصوره او احنا بنسميها موداليتي، يعني نوع من انواع الصور. خلينا نقول مثلا الالتراساوند وبيعطيك اجابه شافيه ووافيه لكل الوضع. ممكن ما يكون، لأنه في بعض المرات الأمراض تتداخل في وتتشابه في بعض الصور وفي بعض الأعراض، فإحنا نضطر نعمل كمان صور تشخيصية أخرى لننظر للمرض من زوايا متعددة بحيث أنك تعطيك التشخيص الكامل من أنواع تصويرية كرنية كالطبقي، حتى مجرد التصوير اللي بنسميه إحنا الأشعة القسطرة أو أشعة الطب النووي. فهي كلياتها تجتمع الصورة وتكتمل الحلقة من استعمال هذه الأدوات التشخيصية. فما عندنا احنا بس، ممكن في مرات انه الصورة واحدة تعطيك الإجابة الشافية، لكن مرات يعني تحتاج الى انه كمان احنا آخر. تداخل شعاعي، خلينا نقول خزعه او نعملها هذه مشان تسهل للتشخيص الكافي والوافي. الان على موضوع التنظير، في تنظير علوي وتنظير سفلي، هذا له بجوز اليته بالتصوير دكتور عبد الله ودكتور سميح. نعم. وايضا التنظير السفلي له ايضا اليه عمل في التصوير. صحيح. ما شاء الله المواد. عندك معلومات طبيه والله. لا الموضوع مش معلومات طبيه، انا الان بجوز بنتي لها تنظير سفلي الان، يعني فبجوز من واقع الخبره وبالخدمات الطبيه الملكيه تحديدا من مستشفى الملكه رانيا. فاصبح الواحد من واقع خبره. وفعلا ليش انا سالت في البدايه على موضوع صوره النووي او الطب النووي، لانه كانت على مسمعي معلومه جديده بكل مصداقيه، انه اعلم التراساوند وطبقي وهذا معروفه او معروف للجميع. هذه الصوره لفتت نظري لانه فيها ماده اشعاعيه وتاثيرات، انا سالت تاثيرات انت اعطيتني الزبده يعني دكتور سمير. فلكل جزئيه في صوره معينه وفي تداخل شعاعي معين. تقدم اللي حصل في اجهزه التصوير الطبقي المحوري اللي بنسويها. نعم. السي تي سكان طبعا زي ما تفضل الدكتور سميح انه صارت عمليه التصوير سريعه جدا، انه كل الجسم نستطيع نصوره في خلال ثواني معينه. والتطور اللي حصل في الكمبيوتر اساسا كمان صار في مداخله بالاشعه، انه نستطيع نعمل زي عمليات تنظير للقصبات مثلا، للامعاء الغليظه، للامعاء الدقيقه، كل هذا بدون ماده ملونه وبدون ما نحتاج لاجهزه المنظار. طبعا في حالات معينه لسه نرجع للمنظار فيها. يعني في حالات مثلا ممكن المرض ما بيبين، يعني التشخيص يكون صحيح. التشخيص ما بيكون صحيح 100% او ما بنقدر نوصل لسبب، فبنلجأ للمنظار. لكن اجهزه الاشعه فعلا استطاعت انها تصور مثلا الشرايين الدقيقة في الجسم، القصبات الهوائية اللي كنا زمان نتغلى في تصويرها وكانت بتحتاج لمادة ملونة، الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة كلها الآن تم تصويرها بواسطة التصوير الطبقي. يعني
إضافة إلى ما قاله زميلي. حتى زمان إحنا من قبل 10 سنين يعني ما كانش عندنا هاي الموداليتي، صارت جديدة عندنا إنه حتى شرايين قلب كان أول لازم نعمل قسطرة وتدخل. هلا بتعملها بتسوي جهاز طبقي المتعدد الاستخدامات وكذا ما قال عن الكمبيوتر. هلا بيعمل لنا في سوفت وير انه احنا بنعمل بنقدر نخرج الشرايين من الصوره لحالها بالثلاثيه الابعاد او رباعيه الابعاد، وندخل للشريان الاصلي نشوف كل الشرايين وين وهذا كله متوفر بالاردن الحمد لله. يعني في العالم موجود نعم بالعالم وبالاردن وبكفاءه عاليه وبمستوى عالي جدا. احنا بنتمنى لكم كل التوفيق بمؤتمركم. نشكركم اللواء الطبيب سميح خليفات رئيس جمعيه اطباء الاشعه ورئيس المؤتمر، وايضا دكتور عبد الله نوفل رئيس اللجنه العلميه للمؤتمر. شكرا لكم. شكرا لكم. يعطيكم العافيه بالتوفيق. يعطيكم العافيه.